تمام، مرحبا بكم في دبارة اليوم بشهر رمضان. إن شاء الله اليوم بقدرة ربي باش نعملوا مع بعضنا الباكيت فارسي، باش نبداو بها هي الأولى. لهنا ناس ما تطلع ذنب باش نبدا نحضر الفارس نتاعها. وأولا أول حاجة لازم نبداو بها هي البات. باهي لهنا خديت رطل فارينة، خديت عليهم مغرفة كبيرة خميرة نتاع خبز، خديت باكو خميرة نتاع جاتو على خاطر يخلي لي البات نتاعي تجي هشوشة. خديت مغرفة كبيرة سكر، مغرفة صغيرة ملح، حطيت لهنا 3 مغارف كبار ياغورت، ياغورت ناتشور. إذا كان ما عندكمش تنجموا تستعملوا الفاني. باهي، بالنسبة للعظم أنا حطيت أبيض عظم أكهاو، وأنتم تنجموا تحطوا عظمة كاملة. وزدت معاهم على جنب من هوني حطيت 3 مغارف كبار زيت زيتونة، نجموا تحطوا حتى زيت نباتي. توا باش نلم البات نتاعي الكل، وفي الاخر كي نلمها باش نزيد مغرفه كبيره زبده. توا باش نلمها بالماء الدافي البات نتاعي. المكونات هذوما الكل اللي حطيناهم، نجموا تبسسوا الفرينه نتاعكم بالزيت هو الاول، ومن بعد تزيدوا بقيه الانجريديان الكل. لهنا باش نبدا نزيد في الماء الدافي ونلم في البات نتاعي. تاعي توا كملت عجنتها بالكدا، شوفوا قداش طرية وما تتلصقش بويسكو فيها الزبدة وفيها زيت الزيتونة. دونك لهنا باش نغطيها بطرف قماش ونخليها تخمر في عقلها. بات نتاعي باش نحطو الزبدة نتاعنا تكون طرية بحرارة الغرفة، ونكملو نلمو البات ونعجنوها بالكدا حتى لين تولي تعمل هكا الحس وتولي معادش تتلصق برشا في اليد. حضرت حطيت طن، حطيت عظام مسموطة، عملت 3 كعبايت، حطيت جبن طويبع قصيته بالطريقة هذيك، وحطيت جبن رابي والمعدنوس والخليط هذا الكل ليزانغريديون هذوما الكل باش نلمهم بكعب عظام. انتوما تنجموا تزيدوا البطاطا، تزيدوا معاها شوية بصل. البطاطا بعد ما تقليوها سخونة تحطوا عليها البصل دي لامال هكا يفوحها بالكدا. اما انا راني ما نحبش برشا البطاطا في الواحد، يعني نخير نعملها هكا خير من اللي نعملها بالبطاطا، وانتم عندكم حريه الاختيار. تو باش نزيدها العظام ونلمها لو طون البات نتاعي تكون خمرت. نتاعي حطيت شويه فلفل اكحل وشويه ملح خاطر الطن مالح وعندنا الفرماج طويبع مالح، وحطيت ابيض عظم اكاهو، ما حطيتش الاصفر خاطر ماذا بيا الفارسي يجيني شيح شويه معناتها. باهي باش نخلطهم هكايفة، واحدهم شويه فلفل اكحل وشويه ملح. ولهني خديت البابي كويسون نتاعي، البات نتاعنا خمرت، باش نحاولو نحلوها ونحطو الفارس نتاعنا نتاعي بالطريقه هذه. تو باش نرجع نستشي الاطراف باش نجم نخدم بها، والفارس نتاعي حاضر على جنب. الفرن نتاعي قاعد يسخن على 200 درجه، استويتها بالطريقه هذيك. باش نبدا نحط الفارس نتاعي مجنب هذا كل هكا بالطول. الفارس نتاعي لهنا مازال عندي، هذاك نجم نعمل بيه كعب بريك نحطه في وسط الورقه. طيب ان شاء الله نوريكم ونزيدو كعب عظم. باهي لهنا باش نبداو نخليو بلاصه لوين باش نلف فيها هذه، نطويها على 2، وهوني باش نقسمها هكا بالطريقه هذه بالسكينه. السكينة هذه يا إما باش إذا كان عندكم قصاص البيتزا يبدأ خير. نكملها الكل بالطريقة هذيك، راحتها بالطريقة هذيك. كيف ما قلت إذا كان عندكم قصاص البيتزا يكون خير. لهنا تو باش نهز البات نتاعي بالفرش ونسكرهم نسكرها في الكوتي هذي، نسكرها هكا. انا لهنا كيف هزيت البات نتاعي ماذا بيكم ما تحطوش الفارس على الاخر باش تنجموا تهزوا. لهنا ماذا بينا نسكروها بصوابعنا بالكدا باش الفارس نتاعنا ما يخرج بالطريقه هذي هاكا. وبالنسبه لهذوما باش ناخذوا كل 2 هكا واحد ونحاولوا نظفروهم، كل 2 نحاولوا نظفروهم بالطريقه هذيك، ومن بعد باش نرجعوهم على الباكيت نتاعنا. نظفروهم بالكدا ماذا بيكم اللوط خاطر انا بيد واحده ما نجمش. توا باش نحاول نظفرهم بالكدا
نعاود معاكم واحدة أخرى بالطريقة هذه، نظفروا كل اثنين. كملوا نظفرهم الكل. سيبهم هكا اثرتهم كيف ما قلت لكم، المهم تبداو الضفيره من اللوطه، كل اثنين تبداو دوروا فيها. الزيت هذاك الكل باش يتقص، وباش نبداو نرجعوا بالكعبه على الخبز نتاعنا كيف ما هكا كيف ما هكا. الكل هكا الزيت باش يتقص وباش يتحط تحت، خليوها ترجع تخمر كالعاده. وقبلها باش ندهن باصفر عظم ونحط شويه سينوش خاطر يزين برشا. نحاول توا ندخلها هك تحت الخبز من اللوطة. فارسين تاعي باش نخليها تخمر توا، باش ناخذيت اصفر عظام كيف ما هكي، حطيت فيه قطره خل وقطره حليب، باش نخلطهم بالكدا وناخذ كعبه ندهنها من فوق، وناخذ كعبه سينوج نرشهم عليها من فوق. بعد كي باش نخليها تخمر، من بعد نطيبوها على 200 درجه. بعد ما حضرنا الباجيت فارسي وسيبون حضرت لهنا، حضرت صوص بيشاميل متاعي، حضرت الصوص بالدجاج كيف ما قلنا اليوم باش نعملوا اللازانيا بالدجاج، ولهنا البيريكس، وهذه هي اللازانيا. اول حاجه باش نبدا بها هي باش نحط الصوص بيشاميل، نبدا بالزوز بالصوص بيشاميل وبالصوص الحمراء، نحطهم الزوز هنا من اللوطه. بالنسبه للصوص بيشاميل راني زدتها النواد موسكات، شويه فلفل اكحل وشويه فلفل احمر، وزدت معاها الفرماج، وحطيت مغرفه القشطه هذيك الكريم فريش باش تولي التكستور نتاعها خير وابن. باهي الصوص الحمراء دجاج وفوحتها بالثوم فوحتها بكدي معناها صوص عادية طيبتها هكا. طيب شو نبداو نحطو اوراق اللازانيا متاعنا وطبيق اللازانيا متاعي، رشيت عليه الفرماج من داخل، وطوب باش نلفو بالالمنيوم ونحطو يطيب. بعد عندي شويه فارس من الباجيت فارسي، خديت لهنا ورقه البريك نعمل بهم كعبات البريك باش نحط نزيدهم كعب عظم في الوسط. كعبة البريك متاعي ونحطها في الزيت السخون باش تقعد لي كعبة العظم مربى. وتوا ان شاء الله تكون عجبتكم دبارتنا اليوم، ان شاء الله نكون في العادة قاعدة نعطي فيكم في افكار يعاونكم في الكوجينة. وكان عجبكم المنيو تاع اليوم، ما تنساوش تبعثوا لي تطبيقاتكم اذا كان عاودتوا لي رسيب على انستغرام تاعي فام جلامور كويسين. وشهية طيبة، وكيف العادة بالنسبة للعبيد الجديدة في القناة متاعي، ما تنسيوش تضغطوا على كلمة سابوني، فعلوا الجرس، وهكذا كل ما نهبط دبارة جديدة تجيكم نوتيفيكاسيون.